قرية من قرى مصر، قرية كآلاف القرى المنتشرة حول النيل من الجنوب إلى الشمال، نقطة سوداء ضائعة بين مساحات عريضة من أرض خضراء. مجموعة من البيوت حيطانها من الطين وأسقفها من القش، وبين الحيطان وتحت الأسقف ناس بشر يعملون كثيرا ويأكلون قليلا، وبين العرق والجوع هناك دائما المرض والصبر. قريتنا في وسط الدلتا، ربما كان اسمها كفر عبد الواحد أو عزبة الوسية أو بيت فاضل. قرية في وسط الدلتا حيث تضيق الحياة الضيقة بالأفواه الكثيرة. هناك في الشمال ذات يوم من عام 1950 بدأت أحداث قصتنا.